المشكلة اللي حيرت العالم، لا يتوافق جهازك مع هذا الإصدار أو التطبيق غير متاح لك في بلدك رغم أنت حسابك أمريكي. إذا كنت تعاني من هذه المشكلة يا صديقي، اليوم جبت لك الحل بدون تطبيقات بدون في بي إن، فقط تابع الفيديو للنهاية وبخطوتين جدا سهلات ما تخرج من الفيديو إلا وأنت منزل التطبيق اللي ترغبه أو اللعبة اللي أنت ترغب. السلام عليكم، هلا والله شباب بنات، شلونكم يا اصدقاء؟ عساكم بخير وعافيه. رجعنا وياكم فيديو جديد ورب مشتاقه لكم كومان. اسف عن انقطاع القناه، لكن نشرت لكم بالمنتدى سبب انقطاعي عن قناتي. وهسه يا اصدقاء خلينا نبلش بالفيديو. اليوم الفيديو طريقه حل مشكله هذا العنصر غير متاح لك في بلدك او لا يتوافق جهازك مع هذا الاصدار رغم انه انت حسابك امريكي. فان شاء الله يا اصدقاء بخطوات جدا بسيطه وبدون في بي ان وبدون كل برامج راح نحل وياكم هاي المشكله. لكن قبل لا ابلش بالفيديو اتمنى منكم تضغطون لايك، واذا جيت اول مره تشوف قناتي يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيه. يلا لزقوا على حل المشكله. طيب يا اصدقاء، عندنا هذه اللعبه اريد ننزلها، ظهرت لي مشكله لا يتوافق جهازك مع هذا الاصدار رغم اني حسابي امريكي. طيب ليش تظهر لي هاي المشكله ومرات يظهر لي هذا العنصر غير متاح لك في بلدك؟ يا أصدقائي بين المشكلتين حلهن واحد بس وجدا سهل، فأتمنى تتابع الفيديو للنهاية حتى تستفاد وإن شاء الله ما تطلع من الفيديو إلا وإنت حال هاي المشكلة. أولا يا أصدقاء ضغطون على ذن الثلاث نقاط الموجودات فوق يسار الشاشة، ضغطون على كلمة مشاركة. طبعا أنا ما عندي نسخ إلى الحافظة، فإذا كانت عندكم نسخ إلى الحافظة سوونها نسخ. هسا أنا ما عندي نسخ إلى الحافظة، راح أضغط على الرسائل اوكي، وبعدها اضغط ضغطة مطولة على هذا الرابط، بعدها اعمل نسخ. بعد ما نسختها اطلع من الرسائل وتوجه الى جوجل. نفتح جوجل ونكتب بالبحث ابيكي داونلودر. مثل ما تشوفون هذه ابيكي داونلودر، نضغط بحث، بعدها تختارون اول رابط تضغطون عليه. بعدها طلعت لكم هالواجهة، تضغطون بهذا المربع الفارغ ضغطة مستمرة وتضغطون على لصق، راح يلصق عندكم الرابط اللي نسختوه. بعدها يا أصدقاء تضغطون على Generate Download Link وتنتظرون حد ما يكمل الجنريت. طبعا يا أصدقاء كمل الجنريت تضغطون على كليك، ومثل ما تشوفون يا اصدقائي بلش ينزل عند الملف او اللعبة بكل سهولة. والهلا يا اصدقائي وصلت لنهاية الفيديو، لا تنسوا باللايك والاشتراك. تشاتوا ياكم نوبة، دمتم في امان الله ومعكم سلامة.